لا يمكن لأحد أن يتكلم في الصحابة رضو الله عليهم. زنوي تشاهدوا في الفيديو ويقول لنا كريما ديا مكين ما كسكن الصحابة من راسك الصحابة. لا نذكر الصحابة إلا بكل خير. أتسكى نمرة تشمريسة كما كسكن الصحابة نبنا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أفت سلامة تسعر نتون جيره. ولا يمكن أن نسمع أو نقرأ أو نتكلم بكلام ولو فيه شيئا يسيرا في الصحابة رضو الله عليهم. أتسيك نبارا ميا دي تشعفة في الفيلم لازم نيتي ندي زفتة كي راسي مدن الصحابة عفت زفتة سارة مدن الوصف. لماذا؟ ستي مدن لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا. ستي الله سبحانه وتعالى من أن دي تشيكا أنا وانت زفتة زفتة. قال والذين جاءوا من بعدهم يعني نحن الذين جئنا بعد الصحابة ماذا نصنع؟ لا نذكرهم إلا بالخير نثني عليهم. الله سبحانه وتعالى زنني لازم زنبك مسنا القرآن فوي يرو فوقك إذا يكتونغ أورينا نجريو ها سيكا زن تنتينينو أورينا نرو صحابة سيكا زن ديات سين لازم أفتسي في ديران نرو صحابة زيلي فلازم أتن القرآن ندعو لهم منو الدعاء نجريو ندعو الله ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا يجعل حقد ولا يجعل شيئا من البغض لهؤلاء لا يجعل في قلوبنا إلا المحبة لهؤلاء زي زن لفي ديران الله سبحانه وتعالى سيكا زي بوكا تنغا تتيا فارا ستنا باران الله أن سنتو يجن يجلو يجلو دي مانو الدعاء ما قاتك من الله سبحانه وتعالى هو نير الصحابة رو عارض سيحانا نور فو راسي أم نير الصحابة رو سيمانا نفيلونا سيمانا فمالوتم من الصحابة زيتين وانتريجا أنا نفهوك إذا تنبى تفارا من الصحابة أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي سيفي تنزان فنبولا أميسي فنراتي تنسور دالا قمنا صلى الله عليه وسلم وزن تيجا زان ستي قمنا دي الله زوري أزمانوبا من الصحابة نعم